طيب دلوقتي هنروح للمياء حمدين مرة تانية ونعرف منها أسعار الذهب والعملات. اتفضل يا لمياء. شكرا لك يا أحمد. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، ونبدأ بالدولار الأمريكي. سعر البيع فيه 24.47 والشراء 24.39. اليورو سعر البيع فيه 25.46 والشراء 25.37. جنيه استرليني سعر البيع فيه 29.5 والشراء 28.95. فرنك سويسري سعر البيع فيه 26 والشراء 25.90. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.47 والشراء 3.46. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.51 والشراء 6.49. دينار كويتي سعر البيع فيه 79.53 والشراء 79.26. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.66 قرش والشراء 6.64 قرش. ومن العملات لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، نبدأ بعيار 18 سعر السوق النهاردة 1084 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1084 جنيه للجرام، وعيار 24 1446 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب 10120 جنيه. ونرجع مرة تانية لأحمد ومنا نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا